أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم للصف الأول الثانوي النظام الفصلي الفصل الدراسي الثاني مادة الكيمياء. موضوع الدرس لهذا اليوم التفاعل الكيميائي والتوزيع الإلكتروني، وسيقدمه محدثكم الأستاذ عرضوان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنبدأ على بركة من الله. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولا تتعرف على التفاعل الكيميائي، ثانيا تعدد أدلة حدوث التفاعل الكيميائي، ثالثا تكتب التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر. لنبدأ على بركة من الله. أولا، ما هي أنواع التغيرات التي تحدث للمادة؟ أخذنا فيما سبق في الفصل الدراسي الأول التغيرات التي تحدث للمادة، وتم تقسيمها إلى نوعان، تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. إذا التغيرات التي تحدث للمادة تنقسم إلى نوعان، تغيرات فيزيائية وتحدث في الشكل الخارجي للمادة فقط، والنوع الآخر هي التغيرات الكيميائية، وهي التي تحدث في تركيب المادة الأساسي. إذا التغيرات تنقسم إلى نوعان، تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. التفاعل الكيميائي، ما هو التفاعل الكيميائي؟ تعريف التفاعل الكيميائي هو العملية التي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة، ويسمى أيضا بالتغير الكيميائي. إذا التغير الكيميائي أو التفاعل الكيميائي نفس المعنى، هو ينتج عنه تغير في تركيب المادة الأساسية ليكون مواد مختلفة، يكون لدينا مادة مختلفة كليا عن المادة السابقة. إذا هو العملية التي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات في مادة وأكثر لتكوين مواد مختلفة، ويسمى أيضا بالتغير الكيميائي. من الأمثلة على التفاعلات الكيميائية احتراق الورق والانفجارات والتخمر والتأكسد. جميع هذه أمثلة على تفاعل كيميائي، أي التغير يحدث في تركيب المادة الأساسي وأنتج عنه مادة مختلفة كليا عن المادة السابقة. إذا كما نلاحظ في المثال الذي أمامنا، لدينا هنا عملية التأكسد، فاكهة التفاح حدث لها عملية تأكسد كما نلاحظ هنا الشكل الذي على اليسار أو الجزء الذي على اليسار هنا، نظرا لتفاعل الحديد الذي يوجد في فاكهة التفاح مع الأكسجين فحصل له عملية تأكسد. إذا هذا هو عبارة عن تفاعل كيميائي. كذلك المثال الآخر، الانفجارات هي عبارة عن تفاعلات كيميائية، تفاعلات كيميائية. ما هي دلالات حدوث التفاعل الكيميائي؟ أي من خلالها نستدل على حدوث التفاعل الكيميائي من عدمه. أولا تغير الطعم، ثانيا تغير اللون، ثالثا تكون مادة صلبة أو تكوين مادة صلبة أو مادة جديدة، رابعا تصاعد أبخرة أو غازات، خامسا إنتاج حرارة أو امتصاص حرارة. إذا هذه هي مؤشرات أو دلائل حدوث التفاعلات الكيميائية. إذا تغير الطعم أو تغير اللون أو تكون مادة جديدة ومادة صلبة، تصاعد أبخر أو غازات، إنتاج حرارة أو امتصاص حرارة. إذا هذه هي مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي التي من خلالها نستدل على حدوث التفاعل الكيميائي. التوزيع الإلكتروني، نحن أخذنا في دراستنا للذرة أن الذرة تحتوي على عدد من الجسيمات، منها ما هو يوجد داخل النواة ومنها ما يوجد خارج النواة. وقلنا أن هذه الجسيمات هي عبارة عن بروتون ونيوترون، وهي توجد داخل نواة الذرة، ويوجد أيضا إلكترون، والإلكترون يوجد خارج نواة الذرة ولكن يدور حولها داخل الذرة، داخل الذرة ولكن يدور حول النواة، يدور حول النواة في مناطق ومستويات محددة. إذا نريد الآن في هذا الجزء من الدرس أن نقوم بالتوزيع الإلكتروني. إذا التوزيع الإلكتروني، تتوزع الإلكترونات حول النواة في مستويات طاقة رئيسية يرمز لها بالرمز N، وتتسع لعدد محدد من الإلكترونات. إذا النواة توجد داخل الذرة وفي المنتصف، ويدور حول النواة إلكترون. تم تقسيم المنطقة التي يوجد بها الإلكترون إلى مستويات طاقة رئيسية ورمز لها بالرمز N. إذا المنطقة التي يوجد بها الإلكترون
تم توزيعها وتقسيمها إلى مستويات رئيسية ورمز لها بالرمز N. وكما نلاحظ في هذا الجدول أن مستوى الطاقة الرئيسي رمزنا له بالرمز N وعدد الإلكترونات التي تحتوي توجد في كل مستوى. إذن مستوى الطاقة الأول عدد الإلكترونات التي توجد به مقدارها 2 إلكترون. بعد ذلك مستوى الطاقة الرئيسي الثاني عدد الإلكترونات التي توجد به مقدارها 8 إلكترون. ومستوى الطاقة الرئيسي الثالث عدد الإلكترونات التي توجد به مقدارها 18 إلكترون. ومستوى الطاقة الرئيسي الرابع عدد الإلكترونات التي توجد به مقدارها 32 إلكترون. ومستوى الطاقة الرئيسي الخامس عدد الإلكترونات التي توجد به هي 32 إلكترون. ومستوى الطاقة الرئيسي السادس عدد الإلكترونات التي توجد به هي 32 إلكترون. والسابع أيضا عدد الإلكترونات التي توجد به هي 32 إلكترون. إذا نلاحظ أنه من المستوى الرابع إلى المستوى السابع عدد الإلكترونات في هذه المستويات هي 32 إلكترون. ويمكن حساب عدد الإلكترونات الذي يستوعبه مستوى الطاقة الرئيسي من خلال المعادلة التالية E يساوي 2 في N تربيع. E هو عبارة عن عدد الإلكترونات يرمز للإلكترونات، وN هو عبارة عن عدد مستوى الطاقة الرئيسي يرمز لمستوى الطاقة الرئيسي. إذا لإيجاد عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة الرئيسية يمكن ذلك من خلال هذه المعادلة أو من هذه العلاقة. إذا نلاحظ الآن هذه هي عبارة عن رسم للذرة، يوجد في المنتصف الذرة النواة التي هي باللون الأحمر، وهذه هي المدارات أو المستويات التي يوجد بها الإلكترون ويدور حول النواة كما نلاحظ. إذا هذا هو المستوى الأول، وهذا هو المستوى الثاني، وهذا هو المستوى الثالث، وتتوزع الإلكترونات في هذه المستويات، ويمكن إيجاد عدد الإلكترونات في كل مستوى من خلال هذه العلاقة. إذا مثال يقول السؤال كم عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني؟ إذا نعوض عن الN بـ2. لماذا؟ لأنه يقول لنا هنا في هذا السؤال مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، وN يعبر عن مستويات الطاقة، إذا N يساوي 2. نعوض الآن في هذا القانون أو في هذه العلاقة E يساوي 2 في N تربيع، يكون الحل بهذا الشكل E يساوي 2 مكان الN نضع نعوض بـ2 لأنه في المستوى الثاني. إذا 2 تربيع يكون لدينا الناتج 2 تربيع بـ4 ضرب 2 ليكون عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني 8 إلكترونات. لدينا هنا الآن تدريب يقول السؤال تحسب عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي مستويات الطاقة الرئيسية التالية. أولا مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، إذا نوجد عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة من خلال العلاقة أو المعادلة السابقة التي تقول أن عدد الإلكترونات يساوي 2 في N تربيع، إذا من خلال هذه العلاقة يمكن حساب عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة. بعد ذلك نعوض عن الN بـ3 في هذا السؤال أو في هذا الجزء من السؤال في الفقرة الأولى، نعوض عن الN بـ3 يكون الحل بهذا الشكل. إذا E يساوي 2 في 3 تربيع يكون لدينا الناتج E يساوي 18 إلكترون. إذا عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث هو 18 إلكترون. ننتقل للفقرة التالية مستوى الطاقة الرئيسي الرابع، إذا نوجده من خلال العلاقة السابقة أيضا E يساوي 2 في N تربيع، نعوض عن الN بـ4 يكون لدينا معادلة بهذا الشكل E يساوي 2 في 4 تربيع، 4 تربيع 16 ضرب 2 ليكون لدينا الناتج عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الرابع هو 32 إلكترون. 32 إلكترون. الفقرة الأخيرة نريد أن نوجد عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي السادس، إذا نوجده أيضا من خلال العلاقة السابقة E يساوي 2 في N تربيع، 2 في N تربيع. إذا نلاحظ هنا الآن أن هذه العلاقة لا تنطبق عليها، لا تنطبق لهذه القاعدة وهذه العلاقة في مستوى الطاقة الرئيسي السادس ولا السابع وأيضا لا الخامس. إذا هذه العلاقة لا تنطبق من الخامس لا على المستوى الخامس ولا على المستوى السادس ولا على المستوى السابع، ولكن عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي السادس هو 32 إلكترون. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الخامس والسادس والسابع
هي 32 إلكترون، ولكن لا تنطبق عليهم هذه القاعدة التي تقول أن عدد الإلكترونات يساوي 2 في N تربيع. واضح؟ مستوى الطاقة أو مستويات الطاقة. تزداد الطاقة طاقة الإلكترونات في المستويات الثانوية بحسب الترتيب التالي. نحن فيما سبق أخذنا مستويات الطاقة الرئيسية وتم توزيعها من 1 إلى 7. الآن لدينا مستويات ثانوية توجد داخل المستويات الأساسية، والمستويات الثانوية هي كل من الـ S والـ B والـ D والـ F. هذه هي المستويات الثانوية، وترتيب الطاقة في هذه المستويات هي كالتالي. نلاحظ أن الـ S أقل طاقة، ثم يليه الـ B الأعلى منه طاقة، ثم يليه الـ D الأكبر منه طاقة، ثم يليه الـ F الأكبر منهم طاقة. إذا نلاحظ أن مستويات الطاقة الثانوية تزداد من اليسار إلى اليمين بهذا الشكل، تزداد من اليسار إلى اليمين. إذا هذا هو ترتيب طاقة الإلكترونات في المستويات الثانوية. لدينا الآن تدريب، نريد أن نختار الإجابة الصحيحة لمستويات الطاقة الثانوية. الخيار الأول، مستوى الطاقة الـ S أكبر من مستوى الطاقة الـ F، أكبر من مستوى الطاقة الـ B، أكبر من مستوى الطاقة الـ D. الفقرة التالية، مستوى الطاقة D أكبر من مستوى الطاقة الـ F، أكبر من مستوى الطاقة الـ B، أكبر من مستوى الطاقة الـ S. والفقرة الأخيرة، الـ F أكبر من الـ D، والـ D أكبر من الـ B، والـ B أكبر من الـ S. ما هي الإجابة الصحيحة أو الخيار الصحيح؟ الإجابة هي الفقرة الثالثة، هي الإجابة الصحيحة، أن الـ F هو أكبر من الـ B، الـ D والدي أكبر من البي، والبي هو أكبر من الإس. إذا أكبرهم جميعا هو الإف، وأقلهم طاقة هو الإس. مستويات الطاقة الثانوية في مستوى الطاقة الرئيسي. إذا نلاحظ الآن ما هي رموز المستويات الثانوية في مستوى الطاقة الرئيسي. إذا نلاحظ أن مستوى الطاقة الرئيسي الأول يحتوي على كم مستوى ثانوي؟ إذا يحتوي على 1 مستوى ثانوي وهو مستوى الإس. ومستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي على 2 من المستويات الثانوية وهو كل من الـ S والـ B. ومستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على 3 مستويات ثانوية وهي كل من الـ S والـ B والـ D. ومستوى الطاقة الرئيسي الرابع عدد المستويات الثانوية التي به هي كل من الـ S والـ B والـ D والـ F. إذا نلاحظ أنه كل من المستوى الطاقة الرئيسي الرابع إلى مستوى الطاقة الرئيسي السابع عدد المستويات الثانوية التي به هي كل من الـ S والـ B والـ D والـ F. إذن جميع المستويات الثانوية توجد في المستوى الرئيسي الرابع والخامس والسادس والسابع. لدينا الآن تدريب، يقول السؤال المستوى الرئيسي الثالث يحتوي على مستويات الطاقة الثانوية. الخيار الأول الـ S والـ F والـ D والـ B، والخيار الثاني الـ F والـ B والـ S، والخيار الثالث الـ F والـ D والـ B والـ S، والخيار الأخير الـ D والـ B والـ S. ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الخيار الأخير، أن مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على الـ S والـ B والـ D فقط. عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة الفرعية أو الثانوية. إذا نلاحظ أنه كم عدد، يقول السؤال كم عدد الإلكترونات في كل مستوى طاقة ثانوي أو فرعي. إذا نلاحظ أن مستوى الطاقة الفرعي الـ S عدد الإلكترونات التي توجد به هي 2 من الإلكترونات فقط، وعدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الـ B عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 6 إلكترونات، وعدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الفرعي أو الثانوي والدي عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 10 إلكترونات، ومستوى الطاقة الفرعي أو الثانوي والإف عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 14 إلكترون. إذا هذه الآن أمامنا عدد طاقة مستوى الطاقة الثانوية أو الفرعية وعدد الإلكترونات التي يستوعبها كل مستوى من هذه المستويات. لدينا الآن تدريب، يقول السؤال تحتوي أو تحتوي مستوى الطاقة الثانوي الـ B والـ D على عدد من الإلكترونات على التوالي تساوي الخيار الأول 6 و14 إلكترون، أم الخيار الثاني
6 و10 الكترونات، أم الخيار الثالث 10 و6 الكترونات، أم الخيار الأخير 2 و10 الكترونات؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الفقرة الثانية التي تقول أن عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الـ B والـ D هي 6 و10 إلكترونات. إذن الـ B يستوعب 6 إلكترونات والـ D يستوعب 10 من الإلكترونات. طريقة كتابة التوزيع الإلكتروني. يتم التوزيع الإلكتروني بحسب المستويات الأساسية وعدد المستويات التي يحتوي التي تحويها من مستويات ثانوية. إذا نلاحظ أن المستويات الأساسية هي من 1 إلى 7. المستويات الأساسية التي رمزنا لها برمز إنسمور هي من 1 إلى 7. إذا نلاحظ أن المستوى الطاقة الرئيسي الأول يحتوي على مستوى فرعي أو ثانوي واحد فقط وهو الإس. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي على 2 من المستويات الثانوية وهو الإس والبي. والمستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على 3 مستويات ثانوية هو كل من الإس والبي والدي. والمستوى الطاقة الرئيسي الرابع يحتوي على جميع المستويات الثانوية وهي الاس والبي والدي والاف، وكذلك المستوى الخامس، وكذلك المستوى السادس، وكذلك ايضا المستوى السابع. اذا نلاحظ انه نتبع الاسهم الان في عملية التوزيع الالكتروني. السهم الاول يبدا في الـ1S، ثم يليه السهم الثاني في الـ2S، ثم يليه السهم الثالث. نبدا من هنا من نهاية بداية السهم الى نهايته. اذا يبدا السهم عند لدى 2B، ثم يذهب إلى 3S، ثم ننتقل للسهم الرابع الذي يبدأ عند 3B، ثم 4S، ثم السهم الذي يليه الذي يبدأ عند 3D، ثم 4B، ثم 5S، وهكذا. إذن هذه هي طريقة التوزيع الإلكتروني. نأخذ مثال لعملية التوزيع. نريد أن نكتب التوزيع الإلكتروني لعنصر الخارصين، وعدد الإلكترونات التي نريد أن نوزعها لهذا العنصر هي 30 إلكترون. إذا يكون الحل بهذا الشكل. أولا نبدأ بالـ1S، المستوى الأول 1S، وعدد الإلكترونات التي يستوعبها الـS هي 2. إذا 1S 2، 1S 2 كما نلاحظ. بعد ذلك ننتقل للسهم الثاني الذي يكون عند 2S، والـS أيضا يأخذ 2. إذا 2S 2 هذا السهم الثاني. ثم نذهب إلى السهم الثالث الذي يبدأ لدى 2B، إذا يكون 2B، والبي عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 6 إلكترونات، إذا يكون 2B 6. بعد ذلك نذهب إلى نهاية السهم الذي يذهب عند لدى 3S، والإس يأخذ 2، إذا يكون 3S 2. ثم نذهب إلى السهم الذي يليه الذي يكون عند 3B، إذا 3B 6. ثم يليه ثم ينتهي السهم عند 4S، والإس يأخذ 2. إذا بهذا الشكل نستمر بتتبع الأسهم. بعد ذلك نجمع عدد الإلكترونات التي تم توزيعها التي هي باللون الأحمر. إذا لدينا هنا 2 + 2 + 6 إلكترونات، يكون لدينا مجموعهم 10، ثم 2 = 12، ثم 6 إلكترونات 16، ثم 2 = 18، وهكذا. إذا نلاحظ الآن هنا 10 إلكترونات وهنا 10 إلكترونات، إذا مجموعهم 20 إلكترون. إذا وزعنا للآن 20 إلكترون، وصلنا إلى 4S. ثم السهم الذي يليه 3D، إذا يكون لدينا 3D، والدي عدد الإلكترونات التي يستوعبها 10 إلكترونات. إذا الآن نتأكد من عدد الإلكترونات التي تم توزيعها. نتأكد من عدد الإلكترونات التي تم توزيعها، هل هي 30 إلكترون أم أقل؟ نبدأ في عدد الإلكترونات. إذا نلاحظ أن لدينا هنا 10 إلكترونات، ثم يليه 2 + 6 + 2 أيضا هي 10 إلكترونات، ثم لدينا هنا 10 من الإلكترون، إذا مجموعه هي 30 إلكترون. إذا بهذا الشكل يا إخوان تم توزيع الإلكترونات حسب المستويات الأساسية والمستويات الثانوية. لدينا تدريب تالي. يقول السؤال: وزع إلكترونات العناصر التالية في مستويات الطاقة الفرعية أو الثانوية حسب مستوى الطاقة الرئيسي. إذا لاحظ لدينا عنصر الليثيوم، العدد الذري لهذا العنصر هو 3، أو عدد الإلكترونات له 3. نريد أن نوزع عنصر الليثيوم. إذا توزيع عنصر الليثيوم يكون بهذا الشكل. أولا مستوى، نبدأ مستوى الأول 1S 2، ثم 1S 2، ثم 2S
1. إذا نلاحظ الآن تم توزيع الإلكترونات الثلاث. إذا نجمع الإلكترونات الآن 2 زائد 1 3 إلكترونات، وهو المطلوب. مطلوب أن نوزع 3 للليثيوم. إذا إلى هنا ونقف، مطلوب 3. إذا نلاحظ هنا أن مستوى الإس أعطيناه إلكترون واحد. لماذا؟ لأن عدد الإلكترونات 3 للليثيوم، لذلك توقفنا عند هذا الحد. ولكن هو الإس يستوعب 2 من الإلكترونات كحد أقصى، ولكن نحن لا نحتاج 2 كاملة، نحتاج 1 فقط في مستوى الإس لنصل للتوزيع المطلوب. واضح؟ إذا لو جمعناها الآن هي 3 إلكترونات. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني وهو عنصر الألمنيوم، والعدد الذري 13، أو عدد الإلكترونات المطلوب توزيعها هي 13 إلكترون. إذا نبدأ 1s2 1s2 بعد ذلك 2s2 2b6 ثم 3s2. نتأكد من عدد الإلكترونات التي تم توزيعها. إذا 2 زائد 2 4 زائد 6 10 زائد 2 12. تبقى لدينا إلكترون مطلوب توزيعها هي 13 إلكترون، وأنا وزعت إلى 12 إلكترون. إذا تبقى لدينا إلكترون واحد، إذا 3B 3B1 أو 3B1. نحن نعلم أن البي يستوعب إلى 6 إلكترونات، ولكن نحن لسنا بحاجة إلى جميع الإلكترونات الستة، نحن بحاجة إلكترون واحد لنصل إلى التوزيع المطلوب. إذا لو جمعنا الآن الإلكترونات 2 زائد 2 4 زائد 6 10 زائد 2 12 زائد 1 13، وهو المطلوب 13 إلكترون لعنصر الألمنيوم. إذا بهذا الشكل يكون التوزيع الإلكتروني. العنصر الأخير هو عنصر البروم. نبدأ بالتوزيع الإلكتروني لهذا العنصر. إذا 1s 2 2s 2 2 b 6 6 3s 2 3b 6 4s 2 3d 10 4B 5. إذن نعد عدد الإلكترونات التي تم توزيعها. إذن 2 زائد 2 4 زائد 6 10 زائد 2 12 زائد 6 17 زائد 2 20 زائد 10 30 زائد 5 35 إلكترون. إذن تم توزيع 35 إلكترون لعنصر البروم، والعدد الذري له 35. إذن التوزيع الإلكتروني يكون بهذه الطريقة. إذا ننظر الآن إلى الحل النموذجي لهذا السؤال. إذا نلاحظ أن الألمنيوم الليثيوم أولاً 1s2 ثم 2s1. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر الآخر وهو عنصر الألمنيوم 1s2 2s2 2b6 3s2 3b1. إذا نلاحظ أن وقفنا هنا عند مستوى البي الذي يأخذ 6 إلكترونات، ولكن أخذنا إلكترون واحد، تم توزيع إلكترون واحد به فقط، لأن المطلوب هو 13 توزيع 13 إلكترون، ومجموع الإلكترونات التي تم توزيعها الآن 2 زائد 2 4 زائد 6 10 زائد 2 12 زائد 1 13. العنصر الأخير 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 4B5. مجموع الإلكترونات التي تم توزيعها هي 35 إلكترون لعنصر البروم. السؤال التالي لدينا الآن، وصلنا إلى التقويم. يقول السؤال الأول: عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث تساوي 18 إلكترون أم 32 إلكترون أم 36 إلكترون أم 54 إلكترون؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ إيجاد عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة يمكن إيجادها من خلال هذه العلاقة التي تقول أن عدد الإلكترونات يساوي 2 في N تربيع. إذا نعوض على N بمستوى الطاقة المطلوب. إذا E يساوي 2 في 3 تربيع. إذا 3 تربيع يساوي لدينا
تساوي لدينا 9، إذن عدد الإلكترونات في هذا المستوى هي 18 إلكترون. إذن عدد الإلكترونات كما نلاحظ في هذه النتيجة هنا في الأخير بالحل يكون لدينا 18 إلكترون في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. السؤال التالي: التوزيع الإلكتروني الصحيح للعناصر التالية للعنصر الكبريت العدد الذري أو عدد الإلكترونات المطلوب توزيعها هي 16 إلكترون هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5. أما الخيار التالي الذي يقول أن 1s2 2s2 2b6 3s2 3b4. أما الخيار الأخير الذي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b5 يهم هو الإجابة الصحيحة. لنبدأ أولا بالتأكد من عدد الإلكترونات في كل خيار من هذه الخيارات. إذا عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي، نجمع الإلكترونات الآن: 2+2 4+6 10+2 12+5 5 17. إذا مجموع الإلكترونات في الخيار الأول هي 17 إلكترون ونحن نريد 16 إلكترون، إذا الخيار الأول غير صحيح. ننتقل الآن للخيار الثاني: 2+2 4+6 10+2 12+4 16 إلكترون. إذا عدد الإلكترونات في الخيار الثاني هي 16 إلكترون. إذا الإجابة الصحيحة هو الخيار الثاني. إذا عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الإس 2 إلكترون، كما نلاحظ أيضا في المستوى الثاني الإس أيضا 2 إلكترون، والبي 6 إلكترونات، والإس في المستوى الطاقة الرئيسي الثالث 3 إلكترون أيضا، والبي تم توزيع 4 إلكترون فقط. لماذا؟ لأن عدد الإلكترونات المطلوب توزيعها لعنصر الكبريت هي 16 إلكترون. إذا الإجابة الصحيحة هو الخيار الثاني. إذا نلاحظ أنه في الخيار الأخير الثالث تم وضع 3 إلكترونات في مستوى الطاقة الرئيسي الإس، وهذا غير صحيح، هذا مستبعد. لماذا؟ لأن عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الإس هي 2 فقط، لا يمكن أن يأخذ 3 إلكترون 3 من الإلكترونات. مستوى الإس يستوعب 2 فقط من الإلكترونات، لا يمكن أن يأخذ أكثر من 2، يمكن يأخذ أقل كما في الأمثلة السابقة، لكن لا يمكن أن يأخذ أكثر من 2. والبي عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 6 إلكترونات، لا يمكن أن يأخذ أكثر من 6، لكن يمكن أن يأخذ أقل بحسب الإلكترونات التي تقوم بتوزيعها. والدي عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 10 من الإلكترونات، لا يمكن أن يأخذ أكثر ولكن يمكن أن يأخذ أقل. والإف عدد الإلكترونات التي يستوعبها هي 14 إلكترون، لا يمكن أن يأخذ أكثر من 14 ولكن يمكن أيضا أن يأخذ أقل بحسب الإلكترونات المراد توزيعها. السؤال التالي: نريد أن نختار الترتيب الصحيح لمستويات الطاقة الثانوية. الخيار الأول الإس أكبر من البي، والبي أكبر من الدي، والدي أكبر من الإف. أما الخيار الثاني الإف أكبر من البي الدي، والدي أكبر من البي، والبي أكبر من الإس. أما الخيار الأخير الدي أكبر من الإف، يليه الإف أكبر من البي، يليه البي أكبر من الإس. ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي الخيار الثاني هو الإجابة الصحيحة لهذا السؤال، أن مستويات الثانوية أكبرها الإف، يليها الدي، يليها البي، ثم الإس. السؤال التالي: تحتوي مستويات الطاقة الثانوية الإس والإف على عدد من الإلكترونات على التوالي تساوي 2+14 إلكترون أم 2+10 إلكترون أم 2+6 إلكترون أم 2+5 إلكترون. ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي 2+14 إلكترون. إذا عدد الإلكترونات التي تستوعبها مستويات الطاقة الثانوية التي هي كل من الإس والإف هي 2+14 إلكترون على التوالي. السؤال التالي: نريد أن نوزع إلكترونات العناصر التالية حسب مستويات الطاقة. العنصر الأول هو عنصر الكربون، والعدد الذري أو عدد الإلكترونات المراد توزيعها له هو 6 إلكترونات. إذا يكون التوزيع بهذا الشكل 1s2 2s2 2b2. نجمع الإلكترونات 2+2 4+2
6 إلكترونات، إذن هي 6 إلكترونات لعنصر الكربون. يليه عنصر الكالسيوم 20 إلكترون، يكون التوزيع بهذا الشكل 1s2 ثم 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2. نجمع الإلكترونات لنتأكد من الإجابة. إذن 2 زائد 2 4 زائد 6 10 زائد 2 12 زائد 6 18 زائد 2 20 إلكترون. إذن عدد الإلكترونات التي تم توزيعها هي 20 إلكترون لعنصر الكالسيوم. تعلمنا اليوم، درسنا لهذا اليوم أخذنا التفاعلات الكيميائية، وقلنا هي العملية التي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات في مادة أكثر لتكوين مواد مختلفة، وتسمى أيضا بالتغيرات الكيميائية. وأمثلة التفاعل الكيميائي أخذنا الاحتراق والتأكسد والصدى والانفجارات والتخمر أيضا. أخذنا في الجزء الأخير أو الجزء الآخر من الدرس هو التوزيع الإلكتروني، وأخذنا مستويات الطاقة الرئيسية، وقلنا هي كل من رقم واحد توزع من المستوى الأول إلى المستوى السابع. وأخذنا مستويات الطاقة الثانوية وهي كل من الإس والبي والدي والإف. بعد ذلك أخذنا عدد الإلكترونات التي يستوعبها كل مستوى من مستويات الطاقة الثانوية، وأخذنا أن مستوى الطاقة الإس يتسع لاثنان من الإلكترونات فقط، ومستوى الطاقة البي يتسع لست من الإلكترونات، ومستوى الطاقة الدي يتسع لعشر من الإلكترونات، ومستوى الطاقة الثانوي الإف يتسع لأربعة عشر إلكترون. ويمكن أيضا حساب عدد الإلكترونات التي توجد في مستوى الطاقة الرئيسي من خلال علاقة التي تقول أن E يساوي 2 في N تربيع. وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، نتمنى لكم التوفيق والسداد، ونراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.